وكل مشاهدي اليوم السابع، نحن الآن في مدينة دمنهور، بالتحديد في شارع المقريزي، للتعرف على قصة عم محسن ملك الراديو. زي ما انتم شايفين حضراتكم، محل قديم، يعني مش عارف اقول ايه، اشبه بالكهف. عم محسن شغال فيه من بداية اليوم حتى نهايته، متخصص في صناعة، في تصليح الراديوهات الترانزستور فقط، يعني الترانزستور، غير طبعا النمط الجديد في الاجهزه السمعيه زي الفلاشات او غيرها. ازيك يا عم محسن؟ معلش ممكن توطي السن صغيره؟ وطي السن صغيره عشان اهلا بحضرتك. أهلاً. كل سنه وانت طيب. يعني طبعا انا ما شاء الله الناس كلها تتكلم على عم محسن ملك الراديو وملك الترانزستور. حكايتك مع الترانزستور بدات من كام سنه؟ من حوالي من الثمانينات كده. من الثمانينات؟ يعني كنت قبل كده كنت بتصلح حاجات قبل كده؟ كنت موظف قبل كده. كان في قبل الترانزستور كنت بتصلحه؟ ما كنت بتصلح حاجه. طب يعني لو تعرفنا بقى، قبل الترانزستور كان ايه؟ اللمبات. اللمبات اللي هي بتاع التلفزيونات، اللمبات وال ها؟ التلفزيونات، لمبات والراديوهات، اللمبات. بس ما كنتش متعمق بقى في الراديوهات. لكن انت بدات تصلح الراديوهات الترانزستور من الثمانينات. طب يعني اللي دخلت مثلا من خلال دورات ولا من خلال يعني الممارسه ولا ايه بالظبط؟ خدت دوره في بالنسبه للتلفزيون اللي هو اللمبات، واخد بالك، وبعدين دخلت برضه على الراديو اللمبات. بس ايه؟ اتفضل. معلش انت على الهوا بس. ها؟ وبعدين؟ وبعدين دخلت بقى في حكايه التلفزيونات، الراديوهات الترانزستور، واخد بالك، والتسجيلات. تمام. إيه انا شايف اللي انت شغاله فيه برضه، يعني في اقبال على يعني التصليح الترانزستور رغم قدمه ورغم يعني انتصاره. يعني عرفني كده، الناس بتجيلك عشان تصلح الراديوهات والترانزستور ليه؟ يعني ما في حاجات ممكن يتخلصوا منها، ليه بيجوا لك؟ هو مهتم بالراديوهات القديمه عشان طبعا هي عمليه، وعن ذكرى جده وسته والناس اللي هم اللي المعمرين دول. يعني في ناس لغايه دلوقتي عايزين يسمعوا الصوت بشرات الكاسيت عشان ذكرياتهم، يعني عشان عندهم شرائط تسجيل كتيرة. واخد بالك، وماركون عندهم كراتين ودواليب مليانة شرائط وبتاع، فعايزين يشوفوا، عايزين يشوفوا ذكرياتهم، الذكريات القديمة كلها. يعني أنا شايف اللي فيه، يعني أغلب الشغل اللي عندك، اغلب الشغل اللي عندك يعني الشغل اللي هو الياباني القديم وال الياباني القديم كله، ناشونال والتوشيبا والسانيو وال وده ايه ده؟ ده مشهور، ده اللي هو الناشونال، ده مش الخرشوفه، ده الخرشوفه. ده يعني اشهر جهاز، اشهر جهاز في في الثمانينات، في الاجهزه اللي نزلت. ده معروف اللي هو الخرشوفه، ده اللي هو الجهاز الشعبي الاول في مصر، كان فتره من الفترات، وصوت نقي وحلو يعني. طيب يعني اللي برضه يتبادر للذهن، انت ما حاولتش ان انت تدخل مثلا في موضوع الليدات، موضوع اللي هو الشاشات والحاجات دي؟ ما دخلتش فيها. ليه بقى؟ مش غاويه؟ مش غاويه. يعني انت اكتفيت بكده؟ اكتفيت بكده. عايز تتميز بقى مثلا يعني بالشغل بتاعك؟ بالشغل بتاعك حاليا متميز فيه. متميز فيه. طيب يعني برضه ايه الفرق بين تصليح الحاجات الجديده والشاشات والحاجات دي والترانزستور والكلام ده؟ ايه الفرق؟ يعني من خلال مثلا، يعني انت يعني كنت قايل لي قبل اللايف الحاجات دي سهله، بتحط حاجه مكان حاجه. لا، ممكن في حاجات بندبرها مثلا، في حاجات يعني بنحاول نعمل لها توليفه بتاع حاجات اللي هي بعض حاجات مش موجوده. ما بتزعلش الزبون يعني؟ لا، ما بيزعلوش، بنريحه. يعني الزبون اللي بيجي لك سواء بقى يعني بنريحه على طول. في قطع غيار، ما فيش قطع غيار، بيحاول يقول لي اتصرف. اتصرف. بتصرف له ازاي بقى يعني؟ بنتصرف له برضه، نشوف له اي بديل يعني، بس نطلعه ايه من الزعلان يعني. يعني اي بديل، اي بديل زي ايه يعني؟ بتحط مثلا ايسيات مكان ايسيات ولا ايه؟ لابد الايسيات اللي هي الايه، في بعض الايسيات مش متوفره. بناخد لها برضه ايسيات قديمه، نشغل من القديمه مكان اللي هي مش متوفره، اللي هي مش مدبره يعني. لا، لكن بقى في حاجات في دوائر كهرباء من عندنا بتاع الكلام ده كله، في الكلام ده الايسات ما بين. ايوه، انا قصدي يعني قطع الغيار انت ممكن توفر لها بدائل. بدائل، ما انا شايف ما شاء الله يعني. بس مش الايسات، انا ما بعرفش، انا ما بعرفش في الفنيات، انا بقوله كمثال يعني. يعني حضرتك انا شايف ما شاء الله اللي المحل كله يعني قطع غيار بقى، ده عشان توفر البدائل بقى يعني.
كلها اجهزه قديمه. كلها اجهزه قديمه. ده عشان توفر البدائل للناس اللي عايزه تصلح يعني. عايزه الحاجه اللي هي معتزيه بيها. يعني عم محسن الاسعار عندك انت بتصلح مثلا بتصلح الراديو مثلا بكام؟ يعني الراديو زي ده وانا مثلا عايز اصلح الكاسيت ولا اصلح حاجه تصلحه بكام؟ على حسب الحاجه اللي بتتغير. على حسب قطع الغير اللي بتركبه، اذا كان ترانس بيبقى لي ساعه، اي سي لي ساعه غير الشغل. بس يعني انت الناس اللي بتجي لك بقى يعني طبعا يعني هم انت متخصص في الحاجه دي او انت من القلائل بتعدوا على الصوابع في تصليح الترانزستور، هل الاسعار بتبقى مغاليه؟ لا ما بنغليش انا، ما بتغليش برضه، بنوفر برضه عشان الزبون يعني برضه. بنحاول برضه ايه، طب ما طلعوه زعلان يعني، بنعمل واجب معاه. تعمل واجب. طب انا شايف برضه انت يعني بتبيع الحاجات القديمه، يعني بتبيع الترانزستورات القديمه، يعني كاسيت خرشوفه مثلا بيتباع بقد ايه؟ يعني مثلا حاجه زي دي مثلا بيتباع بقد ايه كاسيت الخرشوفه ده؟ الخرشوفه ده القديم ده ممكن يتباع ب 150 ب 200 كتير يعني. ب 200؟ لو خلطه جيده. بس لكن في كل الاحوال في اقبال على شراء الاجهزه القديمه. في واحد يقول عايز راديو قديم، عايز كاسيت قديم. طب مع ان الحاجات الصيني شغاله ومش عارف ايه الفرق بينها يعني؟ مش في الحاجات الصيني شغاله. ايه اللي بيفرق الحاجات الصيني عن الـ عن الـ عن الحاجات القديمه؟ لا الحاجات القديمه طبعا يعني عمليه وبعدين يعني موفره في التكاليف والكلام ده كله، والزبون بيغوى الحاجه القديمه. الزبون بيغوى الحاجه القديمه. يقول لك عايز راديو قديم، عايز مسجل قديم، الكلام ده كله. سيبنا من الصيني ده خالص. بيبقى ايه؟ الشبكه ضعيفه مثلا؟ الشبكه ضعيفه ومش عمليه. مش عمليه. ومش عمليه وبعدين مش معمره. يعني شهرين ثلاثه بتترمي. اشهر الكاسيتات اللي انت بتصلحها او اشهر راديوات انت بتصلحها، يعني قول لي ايه انواع الراديوات القديمه؟ الراديوات القديمه اللي هي السانيو القديم. معلش على صوتك؟ السانيو القديم، الناشونال القديم، التوشيبا القديم. واخد بال حضرتك؟ الفيليبس برضه. الحاجات دي كلها بتنزل يعني بعيدا عن الماركات يعني والبراندات، لكن الحاجات القديمه لها عبق مختلف يعني. يعني لها كده ايه؟ وزن مختلف. لها وزن مختلف وحجم مختلف ومشهوره. تمام. كلمة أخيرة توجهها يعني، هل أنت عايز تطور من الشغل عندك ولا عايز إيه بالظبط؟ أمنية حياتك إن شاء الله ربنا يديك طول العمر. والله بنطور برضه، بنحاول نطور برضه. أنت عندك كام سنة؟ أنا عندي حوالي 65. 65 سنة؟ يعني في مجال للتطوير ان شاء الله. ايه بقى يعني؟ يعني في حاجات معينه في دماغك؟ والله بقى عايز اطور بقى المحل، وعايز نخش برضه في ايه، في حاجات برضه ايه حديثه يعني، زي الشاشات والبتاع. بس انت ما بس مش هتتميز بقى. بنحاول نخلص الحاجات دي. مش هتتميز. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحدك طيب، وان شاء الله اشوف بقى التطوير معاك بقى ان شاء الله. شكرا لحضرتك. لا تحت امرك. تحت امرك. هما اللي بيخلوك تضحك وتتبسط وتفرح، عشان كده سميناهم ملوك.